أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. استئناف مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات غدا السبت، والوساطة تتوقع قرب الوصول إلى تفاهمات. رئيس الوزراء يعتبر استصحاب رؤى ومطالب أهل السودان ضمانا لاستدامة السلام. متحدثة باسم أسر شهداء ثورة ديسمبر تشكو من تباطؤ التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة. أهلا بكم. تستأنف غدا السبت بمدينة جوبا جولات التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية وأطراف حركات الكفاح المسلح. وكانت الوساطة بدولة جنوب السودان أعلنت أمس رفع الجلسات بين الطرفين. وقال رئيس الوساطة مستشار الرئيس الفاكير تودغل الوقف في تصريحات صحفية عقب جلسة بين الحكومة ووفد حركة الحلو إن المفاوضات بين الأطراف السودانية تم رفعها اليوم السبت. وأوضح جولواك أنه تمت مناقشة أجندة التفاوض، وأعلن عن تشكيل لجنة صياغة لتوحيد الرؤية. وتوقع جولواك التوصل إلى اتفاق إطاري ولغة مشتركة مع الأطراف خلال الجلسة المقبلة. وقال أن المفاوضات تمضي بشكل جيد وأن الحوار يتواصل بطريقة جيدة، وأكد أنه لا اختلافات كبيرة أو جوهرية وإنما متعلقة باللغة وتفسير اللغة، وأكد التزام كل الأطراف بالسلام وتحقيق الاستقرار في كل السودان. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان اي اتفاق سلام لا يستصحب رؤى ومطالب اهل السودان يعد سلاما غير حقيقي وغير مستدام. وفي كلمته في لقاء تفاكري بالخرطوم حول مستقبل السلام، اكد رئيس الوزراء اهميه ان يشترك الجميع في صناعه السلام، ودعا عبد الله حمدوك الى مشاركه واسعه في ارساء دعائم السلام بالسودان. وقال ان السلام لا تصنعه النخب، وكانت المفوضيه القوميه للسلام عقدت لقاء تشاوريا بالخرطوم من أجل أخذ المشورة في قضايا السلام. هذه المرة لازم نشترك كلنا في صناعة هذا السلام، بالتالي ضرورة المشاركة الواسعة في صناعة السلام. السلام لما يصنعوه النخب تمعوا إن اجتمعنا في جوبا ولا أبوجا أو الدوحة ولا أي عاصمة أخرى، ما لم يستصحب رؤاكم أنتم أصحاب المصلحة بيبقى ما سلام حقيقي ولا مستدام. من جانبه قال والي ولاية الخرطوم أحمد عبدون حماد إن أهل السودان يرغبون في سلام يوقف الحرب ويعيد النازحين إلى مناطقهم. وأضاف والي الخرطوم أنهم قرروا تجاوز العزلة بالاستفادة من المنظمات الدولية في مجال الخدمات. نحن الآن نعبر عن رغبة غالبية أهل السودان، نريد أن نضع السلاح ونودع الحرب والنزاع إلى غير عودة، نريد العودة إلى ديار الأهل، إلى أرضنا الطيبة. غررنا تجاوز العزة التي فرضها النظام السابق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وبدأنا الآن التواصل مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع تنموية تستهدف في الأساس سكان الأطراف الذين يعانون من ظروف استثنائية. من جانبه أكد رئيس مفوضية السلام سليمان محمد الدبيلو ضرورة استصحاب رأي أهل المصلحة في اتفاقيات السلام وصناعته، وأشار إلى أن هناك قناعة بأهمية دور جميع أهل السودان في صناعة السلام. هذا التكاتف ناتج من فهم عميق لأهمية دوركم ورؤاكم في عملية السلام والقناعات الراسخة بأن لأهل السودان رأي لا بد من استصحابه والاستناد إليه في أي تفاكر حول قضايا مصير البلاد، لأنكم أهل المصلحة الحقيقية في بناء سودان المستقبل.
أعلن مجلس الوزراء عزمه زيادة المخصصات للقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبيئة في الموازنة العامة للدولة. وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خصص للتداول حول موازنة العام المقبل. وأوضح وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قدم ملامح الموازنة، أوضح أنها جاءت مستهدية بشعار ثورة ديسمبر المجيدة، وتعرضت الموازنة لقضايا الاقتصاد السوداني والتي شملت انكماش الاقتصاد وعطالة الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة. وأكد مجلس الوزراء أهمية موازنة 2020 باعتبارها موازنة مصيرية لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي وللحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة. دعت المدير العام للإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية فاطمة حسن إلى ربط الموازنة بسياسات واقعية، وقالت من حق الوحدات أن تتساءل عن حقها في الموازنة بأخذ قيمة المشروعات المرصودة، وشددت خلال تقديمها محاضرة حول مراحل عرض الموازنة العامة للدولة في دورة تدريبية على ضرورة أن يتحمل الجميع إنفاذ البرامج والمشروعات في الموازنة، إلا أنها لم تستبعد وجود مهددات أخرى كعدم توفير التمويل الكافي، وطالبت الجميع بالتفاؤل بموازنة 2020 في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن. أعلن رسميا في ولاية نهر النيل اليوم عن استئناف العمل بميناء عطبر الجاف في غضون أسبوعين من الآن بعد توقف دام لأكثر من عام. كما أمنت زيارة الوفد المركزي للولاية بقيادة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس السيادي ومدير هيئة الجمارك السودانية على استئناف النشاط التجاري الحدودي الجمركي بمحطتي أبو حمد والعبيدية، علاوة على بدء إجراءات العمل في تقنين عشرات السيارات غير المرخصة والمحتجزة بحظيرة الميناء الجاف بعطبرة. زيارة سيادية مهمة لولاية نهر النيل ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي، فالمخرجات التي أثمرت عنها جولة الوفد المركزي بقيادة عضو مجلس السيادة دكتور إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية ومدير عام هيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة بشير الطاهر، أثمرت عن استئناف العمل في ميناء عطبر الجاف بعد مطالبة حكومة نهر النيل الملحة بذلك. ما يزيد عن 600 أو 700 عامل وما يزيد عن 100 موظف تم تشريد تماما، وهم الآن يعني بلا يعني مصدر للعيش الكريم، وهذا حق مكفول ومن أوجب واجباتنا أنه نحن نلاحق ونتابع. موافقة هيئة الجمارك السودانية بعودة العمل في ميناء عطبر الجاف في غضون أسبوعين بعد توقف تجاوز العام استبقته الهيئة بتجهيزات وترتيبات فنية وإدارية وتقنية. الميناء الجاف الآن يستعد تماما بعد إنشاء صالة الأسكودا اللي هو النظام الآلي للإجراءات الجمركية. وقفنا على كل الترتيبات القائمة، وإن شاء الله خلال 15 يوم سيتم استكمال كل المتبقي من الاحتياجات لتنساب حركة الحاويات من الميناء بورسودان إلى الميناء الجاف عطبرة، وإن شاء الله كل الذين توقفوا عن العمل الآن إن شاء الله يزاولوا أعمالهم خلال أسبوعين من مخلصين ومساعدي مخلصين وموردين وتجار. ولم تقتصر اختراقات الزيارة المركزية في تحريك ملفات العمل الاقتصادي على النقاط الجمركية الحدودية فقط، بل امتدت لفتح حركة التجارة الحدودية بمحطتي جمارك العبيدية وأبو حمد. هنالك يعني حديث مع السيد مدير هيئة الجمارك بخصوص محطتي العبيدية وأبو حمد، وأشار إشارة واضحة أنه سبب هذا التوقف ليس من الحكومة السودانية، وإنما هنالك يعني إجراءات مشتركة بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية، وهو يعني شرع في الاتصالات مع الجهات ذات الصلة لبدء العمل في محطتي جمارك العبيدية ويعني وأبو حمد. وبما أن مكافحة التهريب من القضايا التي ظلت تؤرق الدولة، فقد أعلن عن اتخاذ المزيد من التدابير لمواجهتها، هذا فضلا عن تسوية قضية العربات غير المقننة المحتجزة في حظيرة الميناء الجاف بعد استكمال إجراءاتها الجمركية والقانونية. نبشر المواطنين أيضا بأنه سيتم حصر كل المركبات الغير مقننة والموجودة في الحظيرة وخارج الحظيرة، سيتم حصرها لفترة معينة توطئة لتكملة الإجراءات الجمركية وتقنينها بالصورة المريحة لكل الملاك هذه المركبات. هذا وكان عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية دكتور إبراهيم جابر قد أطلع مجلس وزراء حكومة نهر النيل ولجنته الأمنية
على تطورات الأوضاع ومستجدات قضايا حكومة الفترة الانتقالية بكافة تحدياتها ومطلوباتها. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. قال تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر إن قادة الحكومة الانتقالية جلسوا على كراسيهم بعدما تناسوا قضية القصاص بحق من ضحوا بأنفسهم. وقالت المتحدثة باسم التجمع سعدية سيف الدين إن أسر الشهداء أصابها الإحباط جراء تباطؤ الحكومة في الوصول إلى المسؤولين عن حادثة فضل الاعتصام. وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن أسماء اللجنة الوطنية المستقلة برئاسة نبيل أديب للتحقيق في فضل الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي. وأوضحت سعدية أن مشاكل السودان وأزماته لن تحل إلا بطي ملف شهداء الثورة وتحقيق العدالة في المجزرة التي حدثت بشأن فضل الاعتصام. أكد عضو المجلس السيادي صديق ثور أن السلام الحقيقي هو السلام الذي يتطلع له النازحون في المعسكرات. ولدى مخاطبته لقاء لمنظمة شباب السلام والتنمية لدعم التعليم بأطراف الخرطوم، قال ثور إن عهد سلام المكاسب قد انتهى، وانتقد اتفاقيات السلام السابقة واعتبرها اتفاقيات لتقاسم كراسي السلطة. وقال ثور إن التعليم بأطراف ولاية الخرطوم يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ المرافق الصحية والتعليمية وإصلاح التدهور في بيئة التعليم. وكان ثور قد أعلن أن الحكومة قررت تخصيص أكثر من 50% لخدمات التعليم والصحة. السلام الذي نريد هو السلام الذي يتطلع إليه النازح في معسكر النازحين واللاجئ في معسكر اللاجئين والطفل المشرد الذي يبحث عن أسرة وعن معين والطفل التلميذ الذي يبحث عن مقعد دراسة والعليل الذي يبحث عن صحة. هذا السلام يختلف عن نماذج السلام التي كانت تسود طيلة 30 عاما السابقة. من جانبه قال والي الخرطوم أحمد عبدون حماد أن خطط حكومته للمرحلة القادمة تركز على الأساس على سد النقص في التعليم في الأطراف والمناطق الريفية. وأضاف الوالي أن ولايته قررت التوجه صوب المنظمات الدولية لدعم التعليم والصحة. هذه إخوة الحضور مجهودات تسندها الأنشطة التنموية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في تشييد المدارس الجديدة والفصول وتوفير الإجلاس تحت رؤية تقوم على أساس توفير مقعد وكتاب لكل تلميذ، ويتركز هذا النشاط بصفة خاصة في الأطراف ومناطق النزوح بحسبان أن المركز لا يحتاج إلى جهد في تشييد مدارس جديدة. سودان هذا المساء متواصل معكم، وفيه بعد قليل مصادر عليمة تستبعد رفع الدعم الحكومي على المحروقات والقمح. في أخبار الاقتصاد، استبعدت مصادر مطلعة رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة العامة للدولة. وأكدت المصادر أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم اللجوء إلى رفع الدعم في موازنة العام المقبل. وكان ملتقى أصدقاء السودان أعلن عزمه حشد الدعم المادي للحكومة خلال مؤتمر يعقد في أبريل المقبل من أجل مساعدة السودان في بناء العملية الديمقراطية وتحقيق السلام. وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الحكومة تتجه إلى رفع الدعم على المحروقات خلال المرحلة المقبلة، وتشمل السلع المدعومة التي لم ترفع الحكومة الدعم عنها وهي البنزين والجازولين وغاز الطبخ، فضلا عن القمح والأدوية. وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم للمحروقات بجميع مشتقاتها بجانب القمح يصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا. أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن قرار استئناف صادر الفول السوداني جاء بعد التشاور مع وزارة الزراعة الاتحادية. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله إن الفول السوداني الذي سيتم تصديره يطابق اشتراطات الحجر الزراعي واشتراطات السوق العالمي. وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة أنه قد تم الاتفاق على تصدير الفول النجاوة كسبا للسمعة العالمية للصادرات السودانية، خاصة الفول السوداني الذي وصفه بأن السودان
يتمتع فيه بميزات نسبية، وكشف عن تزايد الطلب العالمي عليه خاصة في شهور الثلاثة القادمة، وأمن على استئناف صادر الفول النجاوة لكافة المصدرين مع ضرورة توجههم إلى وزارة الصناعة والتجارة لإكمال إجراءاتهم. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين وضع لوائح عامة تقنن عمل شركات التعدين في كافة مواقع التعدين بالسودان. وأمن وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم على تنفيذ المشروعات التنموية التي يحتاجها مواطن ولاية النيل الأزرق من الكهرباء والوقود ومعالجة قضايا التعدين بتوفيق أوضاع الشركات العاملة وإلزامها بتنفيذ مشروعات خدمية لإنسان المنطقة. جاء ذلك لدى لقائه بوالي النيل الأزرق المكلف ياسين إبراهيم عبد الغني، وتعهد الوزير بمعالجة كافة قضايا الولاية التي تعنى بتنظيم عمل شركات التعدين وتوفير الوقود وتوصيل الكهرباء للمواطنين. وأكد والي ولاية النيل الأزرق ضرورة معالجة أوضاع شركات التعدين التي يبلغ عددها 35 شركة. في أخبار الرياضة، كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي، وينازل الهلال النجم الساحلي في 28 من الشهر الجاري بملعب سوسة ضمن دور المجموعات في بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري، ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحل الهلال في المركز الثالث خلف الأهلي المصري الذي يتفوق على الهلال بالمواجهات المباشرة، ويتزيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون رصيد بعد تلقيه الهزيمة في مباراتيه أمام الهلال والنجم الساحلي. أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارا بتكوين لجنة تسيير لنادي الشرطة القضارف برئاسة عبد الله حسن عبد الله، ومنح اتحاد كرة القدم لجنة التسيير مدة زمنية لا تتعدى 60 يوما لتسيير شؤون النادي الإدارية والفنية والمالية وعقد جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي توطئة لإجراء انتخابات للإتيان بمجلس جديد. وسيتولى عبد الخالق محجوب الأمانة العامة في لجنة التسيير، فيما يشرف جابر أحمد الأمين على أمانة المال. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين: استئناف مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات غدا السبت، والوساطة تتوقع قرب الوصول إلى تفاهمات. رئيس الوزراء يعتبر استصحاب رؤى ومطالب أهل السودان ضمانا لاستدامة السلام. متحدثة باسم أسر الشهداء تشكو من تباطؤ التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة. نهاية السودان هذا المساء. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقع الشروق دوت نت. إلى اللقاء.